حصلوا على تكريم من الرئيس أوباما. تشوفوا قديش الجمعية تبعنا عملت عمل، ولما نحن بدنا نشتغل كعمل شبابي قديش بنوصل. 3 إلى 4 من اللي نحن حصلوا على تكريم من الرئيس أوباما. ابنا بواحد من الإيفنتات اللي قمنا فيه من النشاطات جمعنا 120,000 دولار للصومال لحتى نحفر بير ماي بالصومال لحتى يشربوا ماي نظيفة. هذه بس نشاط من النشاطات اللي نحن عملنا فيها، لأنه في كتير شباب بيقولوا إنه نحن ما عندنا الإمكانيات، أو ما we're not wealthy، we don't have money، ما عندناش مصاري لحتى نقوم بهالشغلات. بس الجالية عندنا هي جالية كريمة. لما أنت بيكون عندك فكرة وبيكون عندك عزيمة وبيكون عندك نشاط بتصير تشتغل عليها وبتصير، بس بدك تشتغل عليها شوي. فأنا لحتى حبيت أنطلق من هون لحتى أروح لعمل الشبابي بشكل عام. من خلال ملاحظتي للعمل الشبابي بال 11 سنة 12 سنة هودي اللي أنا كنت فيه وموجود هون بأمريكا وبيدور بديرهم بخصوصا، العنوان العريض اللي أنا فيني أعطيه هو عمل شبابي ناجح بس على طريقة انفرادية. يعني نحن ناجحين بس بشكل انفرادي، بس كمجموعة كجمعية تضم الشباب غير هي التجربة اللي نحن عملناها لحد هلأ ماني شايف تجربة غيرها. وبليز صلحوني إذا أنا عم بحكي غلط، إذا ما مزبوط؟ مزبوط. ناجح بس مش معودين، مش عم نشتغل مع بعض. لا، وليه مش عم نشتغل مع بعض؟ شو السبب نحن مش عم نشتغل مع بعض؟ في أكثر من سبب نحن عم بيخلينا نحن كشباب ما نشتغل مع بعض. أول عامل وهو عامل كتير كبير هو الطبقة المسيطرة على الجالية عندنا. ما بدهم إيانا نكون، ما بدهم الشباب يكونوا قوية. لأنه إذا الشباب قوية هن دورهم بيصير شو؟ يتملص، يخف شوي، فاهمين كيف؟ فبيحاولوا قد ما فيهم، لأنه الشباب ما عنده الإمكانيات المادية. مزبوط؟ أنت حيالله نشاط بدك تقومي فيه لحتى يكون النشاط فعال كتير بشكل كتير قوي، بده مصاري، بده مال لحتى المسج تبعك يوصل، لحتى الرسالة تبعك توصل. فإذا أنت ما عندك المال، مين بده يعطيك المال؟ يعني نحن أول ما بلشنا بالنادي اللبناني، مين أعطانا المصاري لحتى نبلش؟ النادي اللبناني أعطانا المصاري. مزبوط؟ هلا بعدين نحن قدرنا إنه نحن نصير البادجت تبعنا نحن نجمع هودي المصاري من خلال علاقاتنا مع المجتمع، من خلال اللي شافوا إنه شغلنا صار منيح صاروا إذا بتروحي عند حي الله بزنس ومشكورين كل البزنس الموجودين عندنا بالجيبني بيعطوا، بس بتفرجينه إن أنت عم تشتغل. فإذا أنت ما معك المصاري في سيطرة عليك شوي، إنه أنت هاو يعني كيف بدك تعمليها إذا ما معك المصاري؟ فهذه طريقة بيسيطروا عليك فيها، إنه نحن معنا المصاري، أنت ما معك المصاري، بدك تشتغل بس ضمن النطاق اللي أنت مسمح لك فيه. أوكي؟ شوي صدمتكم مش هيك؟ هلا أنا حبيت أحكي بشكل يعني صراحة حبيت أحكي بشكل صريح. أكيد. ممكن تشاركوهم لهالفئة اللي أنتم بتحسوا إنها بتسيطر عليكم، لأنه هم كمان عندهم يعني عندهم الرأي وعندهم التجربة. أكيد. وأنتوا الشغل منكم، فبتحطوهم هم ك يعني ك كونسلتنتس. هني تاج على راسنا، هني بيدوي تاج على راسنا الكبار، هني تاج على راسنا. خليني أقول لك شغلة، فكرة الإلغاء هي غلط. إن كنا نحن كشباب نلغي اللي أكبر منا أو اللي أكبر منا يلغوا الشباب، فكرة الإلغاء غلط. جست حتى نكون متفقين على فكرة الإلغاء. أنا معك غلط. أنا معك بهيك، بس حتى يعني ما يخافوا منكم، ما يشفلوش، يتقبلوكم 100%. أنتوا بالنهاية أنتوا شباب وعقلكم منفتح أكثر 100%. هلا من خلال من خلال التجربة الإنسانية، الإنسان بشكل عام في شغلتين بشدوه للإنسان، حب السيطرة وحب المال. مزبوط؟ فإذا أنت بكتشي تقشطي من واحد حب السيطرة تبعه power، ما حدا رح يجي يقول لك لا تفضل على هيدي على طبق من فضة، أنت روح واستلم القيادة. ما حدا بيقبل فيه هذا الموضوع ولا ممكن، ضد العقل، ضد العقل البشري. إنه أنا كقائد أو كرئيس أو كرئيس جمعية، إنه أنا أجي وسلمك هالجمعية اللي أنا أسستها واشتغلت عليها على مدة 30-40 سنة، أجي وأعطيك إياها على طبق من فضة، وأنت تجي تستلم القيادة وتصير بالسورة. صعب كتير شوي، صعب. فهلأ بتشوفوا في كتير حركات شبابية عم بتصير عنا هون هلأ، خصوصا بآخر 5 سنين كتير حركات شبابية.
لما كنا نحن بالجامعة كان في حركة شبابية كتير ناجحة اسمها الـ Arab Student Union ASU. عملوا فروع على إلهم بالعديد من الجامعات وبالمدارس حتى بالثانويات. وصلوا الفروع تبعهم تقريبا لحدود 20 فرع. قدروا يعملوا تأثير. انت بتكون عملك انه عملك جدي او ناجح لما انت بصير عندك تأثير، كأنه تأثير على القرار السياسي او التأثير على القرار الاجتماعي او تأثير على المجتمع بشكل عام. مظبوط؟ هون انا بشوفك ناجح او فعال بالمجتمع اذا انت عندك تأثير على الرأي العام. اوكي؟ الـ ASU قدرت تعمل هيك. بس شو صار بالـ ASU؟ انا مذكر لما كنا بجامعة وين ستيت وقتها هيلين توماس حكيت شيء عن اسرائيل. مظبوط؟ مذكرين؟ بال 2012 شو عملت وين ستيت؟ كان في منحة دراسية باسم هيلين توماس، اجت وين ستيت وقفت هذه المنحة الدراسية. شو عملنا نحن كجمعيات شبابية بوين ستيت؟ نزلنا وعملنا تظاهرنا بالجامعة مع انه نحن طلاب بوين ستيت يونيفرسيتي. نزلنا وتظاهرنا وعملنا شكلنا وفد منا شباب، ما حدا من الجاي يتدخل في هذا الموضوع، نحن كشباب قمنا فيها ونحن قررنا انه لازم نعمل تظاهرة ونحن نزلنا وتظاهرنا بقلب الحرم الجامعي وشكلنا وفد من الشباب الجامعي الموجود بوين ستيت وطلعنا اجتمعنا مع الرئيس. هلا هل يا ترى رجعوا حطوا السكولرشيب المنحة من اول وجديد؟ لا. بس قلنا نحن موجودين وعندنا رأي ولازم تسمعوا رأينا. ما انت مش على طول بتنجح، مظبوط؟ ومش على طول نجاحك يمكن يكون انه انت غيرت شيء. بس الرصاصة لما بتصيب بتطوش. اتليست المحاولة يعني واحد يحاول. فهيدي التجربة تبع التجمع الطلاب العرب كانت تجربة كثير ناجحة. كانت تجربة كثير 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 ناجحة وللأسف تم تشتيتها. في تجربة غير هاي نجحت كمان إلى حد ما بس مش بقوة الـ ASU، هي تجربة الـ LSA Lebanese Student Association. ما نجحت قد الـ ASU لأن الـ ASU كانت Arab Student Union. فأنت عم تروح من معك عمل على صعيد عربي أمريكي إلى عمل على صعيد لبناني أمريكي. أوكي؟ فهودي الشباب بالجامعات كمان عملوا فروع. هلا بعد هذا هلا موجودين هون الفروع، ان كانوا بوين ستيت ولا ان كانوا بيو اف ام ولا ان كانوا باوكلاند يونيفرسيتي، وعم بيحاولوا ينضموا لجمعيات لبنانيه تشتغل للتلاميذ بستيتس ثانيه بولايات ثانيه. عملوا منيح لحد هلا وعم بيعملوا كل سنه ايفنت هون بالجاليه، عم بيستقطب تقريبا شيء 1200 واحد. فعم بيحاولوا يقوموا بشيء. في محاولات هون وهون بس مثل ما قلنا يعني انا وين العريض اللي اعطيته انا، المحاولات هلا اللي عم بتصير خصوصا المحاولات الناجحه عم بتصير بشكل فردي. يعني خليني اعطيكم انا اكزامبل، انا قلت رح سمينا اليوم هون عليهم. فخليني اعطيكم اكزامبل خضر فرحات ومثل هيدا. حدا بيعرفوا لخضر فرحات؟ شاب ضرير. في منكم اللي بيعرفوا شيء؟ اكيد. خضر نجح كثير. عم بيطلع عم بيروح على واشنطن وعم بيروح على نيويورك وعم بيروح على مناطق كتير وعم بيعطي محاضرات. بيعطي محاضرات بكل امريكا وبكل ميشيغان بس بديربون ما بيعطي محاضرة. ليه؟ ليه لحد هلا ما حدا كرمه ولا خضر بديربون؟ ليش بيتكرم من اللاين كلاب لحد هلا ولا جمعية بتكرمه هون بديربون؟ ليش بيطلع بيتحدث بجمعيات مثل الروتري كلاب ومثل الجمعيات الامريكانية والجمعيات العربية متناسي خضر فرحات وغيره وغيره وغيره. النبي مكموم عند قومه. ثانك يو كلك زو. كنت بدي اقول انا اغنية الحي لا تطرب. ايه. نحن عندنا طاقات مش طبيعية، عندنا طاقات بتهز الأرض. بس للأسف هيدي الطاقات مش مستثمرة. شو السبب إنه هيدي الطاقات مش مستثمرة؟ شو بتقول؟ شو بتعتقدوا السبب؟ اتفقنا محادثة نحن أستاذ عون. تفضل. أولاً بشكرك على موضوع بتاعته إحسان للمهمين جدا بالنشاط. الله يخليك. أنا متذكر بوين ستيت كنا أنت حضرتك يعني كنت تساعدنا كثير فشكراً لك. كثير ناقصين جدا بس عندي ملاحظة. تفضل. من جهة بنحاول نحن نحط الحق على الجاي. أكيد أكيد. أنا بتصور إنه جيلكم أو جيل العرب الأمريكي موجود حاليا
ممكن اقول زيخر بطاقات واحد ما بيتصور عند شيء بس في شغله مفقوده عنده مش عارف الحق على الجيل الجديد اللي بقول لك عليها حق. مثلا برجع اعطيهم بالسابق سنه 69 والسبعينات كان في منظمه اسمها منظمه العرب خريجين العرب الامريكيين AAUG كانوا كل العرب تحت نفس بس حاليا بعد ما اجوا الاخوه العراقيه وبعد ما صارت الجاليه اليمنيه يهجروا هون كعائلات صار في نوع عند كل الجاليات مش بس عند اللبنانيين انه هذا عراقي هذا لبناني هذا يمني. عشان هيك وصلنا نعمل اتحاد للبنانيين انا بتقديري هذا غلط. العاد حتى اسمنا نحن هون نحن بلا ما نسمي حالنا بس اسمنا معروف هو عرب امريكان. وغير هيك ما فينا نشتغل وغير تحت اليافطه ما فينا نشتغل وبكونوا مخطئين اللي بحاولوا يشتغلوا على اجنده لبنانيه او اجنده عراقيه او اجنده يمنيه. واكبر خطر على هالجاليات الموجوده هو التدخل السياسي من الخارج على الداخل هون. من الخارج بيعني من العراق، من العراق بدهم يصيروا انتخابات بمزقوا الجاليه هون. اللبنانيه اذا بيعملوا انتخابات وبيدقوا هون بمزقوا الجاليه كمان. دائما التدخل السياسي تاريخيا بامريكا. حتى كارل ماركس وقت كان يتدخل بالحياه السياسيه الامريكيه بقى يخرب اليسار هون. فاذا التدخل الخارجي اللي عم بينعكس هون يعني بيجيك احزاب لبنانيه بتصير بدها تفرخ هون، هي الارض امريكيه ما لها علاقه بالاحزاب اللبنانيه. هي اول شغله بدنا نعملها انه ما يكونش لنا علاقه باحزاب سياسيه خارج امريكا. نحن موجودين بامريكا بدنا نتعامل مع الوضع هذه النقطه بدي اشير لها استاذ اسمح لي تفضل اي تفضل الجاليه العربيه مش منتبه لشغله انه اليهود او الصهاينه اللي كانوا معطيين الفند للجائزه تبع هلان طامس هن سحبوه مش وينستين. لو نحن كعرب قادرين انه نجمع مبلغ من المصاري ونعطي منحه باسم هلان طامس كنا بنقدر. يعني الحق مش على وينستين كجامعه، مع العلم توجهات وينستين يمكن هي قريبه للصهاينه اكثر منه، بس نحن كعرب لحد هلا ولا عربي بعد متبرع لوين ستيت باي شغل.